الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، خليل رب العالمين، قائد الغر المحجلين، إمام المتقين، رحمة الله للناس أجمعين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، سأتحدث عن دوحة غناء وارفة الظلال، قوية الجذور، رقيقة الأنسام، جميلة الأطياف، أغصانها متشابكة وفروعها سامقة، أوراقها ندية وسيقانها مورقة وثمارها يانعة وشذاها طيب وعبيرها فواح وجداولها مترعة، تملأ الحياة جمالاً وبهجة. سأتحدث عن دوحة معطاء تعطي الكثير وتأخذ القليل وترضى باليسير وتموت واقفة. سأتحدث عن الدوحة التي تعطي الحياة معنى وتعطي الحب ألقا وتعطي الروح روحا وتعطي القلب إشراقا وتعطي النفس بهجة. أتظنونني أتحدث عن لغز محير أو عن موضوع معقد؟ سأتحدث عن الأم. هذه المعاني، معاني الدوحة ومعاني الجمال ومعاني العطاء ومعاني الثمار ومعاني الندرة، لا توجد في مخلوق في الأرض إلا في الأم. هي مصدر الحنان ومنبع العطف وأساس الحب الذي لم يعرف الناس إلى يومنا هذا قيمته. ومن أراد أن يعرف الحب في أبهى صوره وفي أسمى معانيه وفي أنظف ممارساته وأطهرها، فليمارس الحب مع الوالدين. والإسلام عنوان الكمال فيه أن تعرف للوالدين قدرا، ذلك جزء من رد الجميل ومن حفظ الفضل ومن رعاية الحقوق، وليس هذا تفضلا منك ولا منة، إنما هو حق عليك. وبالوالدين إحسانا، وميز الأم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي الأحقاف حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وإنه الامتداد، وأصلح لي في ذريتي. الأم
في الغرب لا يعرفون قيمتها إلا في يوم من العام، تواطؤوا وتواثقوا واجتمعوا لما رأوا النفارة ولما رأوا النفرة والوحشة تدب إلى كيان الأسرة، فجعلوا يوما للمعايدة وببطاقات وباقات التهنئة والزهور التي ترسل إلى الوالدة أو إلى الوالد وخاصة الأم، وجعلوا لذلك عيدا مزعوما أسموه بعيد الأم. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا ونقول لا يوجد أصلا في عالم الإسلام عيد غير أعيادنا الشرعية بممارساتها الراقية وبشعائرها وبعباداتها الموجودة فيها، ونحن لا نحتاج إلى عيد الأم، لأن الإحسان المطلوب منا تجاه والدينا إنما هو إحسان دائم وعطاء لا يتوقف. من ذهب بوالده إلى دار العجزة فليجعل لنفسه يوما يذهب فيه ليعيد على أمه، لكن من كان والده في كنفه وبالقرب منه ولا يمله ولا يسأمه فلماذا يجعل لنفسه يوما للمعايدة؟ المعنى جميل، في يوم عيد الأم أن يقدم كل أحد لأمه هدية. الظاهر جميل والباطن قبيح. طيب بعد ما تديها الهدية تاني بتديها هدية متين؟ السنة الجاية؟ أنت مشؤوم السنة الجاية؟ الغربيين ما شافوا الناس اللي بيحججوا أماتهم عندنا في السودان، لو كان شافوه ما كان جابوا لهم عيد الحب وعيد الأم وعيد الشجرة. لو شافوا من يحمل أمه إلى الحج ووالده إلى الحج لما قال ذلك. أي زول بيقدم لأمه هدية في السنة مرة هذا شابه أهل أوروبا في السنة مرة، لكن لو وديت حسة وبعد شهر وديت هدية معنى عيد الحب انتهى، عيد الأم انتهى، لأنه عيد لأجل التواصل، وأنت تتواصل مع أمك إذا كنت مسلما حقا بعدد الأنفاس، إذا احتاجت وجدتك بالقرب منها، وإذا مرضت فأنت عند رجلها، وإذا احتاجت فأنت عند رأسها، وإذا أشارت فأنت الطائع الملبي لأوامرها، وإذا نظرت فأنت تبادر إلى محل نظراتها التماسا للطاعة وطلبا للبر. يؤسفني أيها السادة أن أقول أن العالم الإسلامي للضعف الذي أصابه والوهن الذي أحاط به صار تدينه تدين مواسم مواسم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفوه يوم 12 ربيع الأول من كل سنة، وتاني سنته منهجه رسالته نفسه حياته قيمه مبادئه سيرته ثوابته أين هي في حياة الناس؟ وهم يفرحوا يحسوا بنوع من الارتياح لأنهم في دواخلهم يدركون أنهم مقصرون تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا ذهبوا يوم المولد ومعهم الأطفال واشتروا الحلوى ظنوا أنهم قاموا بالواجب وأحسوا بنوع من أنواع الارتياح النفسي. هذا تدين الأهواء، هذا تدين الأهواء وليس بالتدين الذي يريده رب العالمين. وعيد الأم لما نجي هي زول ذكر أمك اديها هدية، ما بكرة عيد الأم، أنت زمان قاعد وين؟ يقوم يجي يوم عيد الأم يشيل هدية يديها لأمه يقول يا سلام أنا ارتحت كده شديد،
يحس بنوع من أنواع الارتياح. هذا تدين نفساني، تدين نفسي، وليس هو التدين الذي يريده الله جل جلاله. عنوان خطبتنا: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الورى بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولي شغلت مآثرها مدى الآفاق. من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. وبالوالدين إحسانا، كلام لا يعلوه كلام، وقول لا يسمو فوقه قول. وبالوالدين إحسانا يعني الاحترام والأدب والإحسان والبر والمساعدة والتودد والتلطف والقرب. وبالوالدين إحسانا كلمة جامعة وعبارة ينبغي أن يقف الناس جميعاً أمام هذه العبارة المختصرة المفعمة بمعنى العطاء. الدوحة هي الأم التي ربت وسهرت وتعبت وشقيت وكافحت وناضلت وجاهدت وتحملت وخرجت وحملت كل هذا في هذا المخلوق الضعيف. قد تكون الأم بسيطة في فهمها، في طريقة تعاطيها للحياة، ولكنها تلد الأفذاذ وتخرج العلماء وتلد القادة الذين يقودون البشرية. زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه واستأذن ربه في الدعاء لها فلم يأذن فبكى. وهكذا الأنبياء. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الجبار الشقي العاق لأمه. إذا أردت أن ترى شقيا يمشي على قدميه فانظر إلى كل من يعق أمه. لكن حتى بعض الناس الآن، كثير من الناس مشكلتهم يعتقد كثير منهم أنه يبر أمه، قاعد مع أمه عادي معاها، بيطلع بيجي خاشي فوقها، مرة يسلم ومرة ما يسلم، يمه سلام بالمزاج، ويزور بالمزاج إذا ما قاعدة معه. بتخيل يقول لك أنا باري أمي. سأتحدث عن بعض صور العقوق الموجودة في المجتمعات، وأول ذلك التأفف والضجر وتقطيب الجبين. يعني الواحد كان زعل، يا من جبين عقد أمام والده هذا عاق. العقوق ده إلا مظاهرات، يعني إلا زول يعمل مظاهرات يكورك ويشاكل أمه وأبوه. خلي النهر أن تنهر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيا من صور العقوق أن ترمقهما بنظر حاد. في نوع ما بيتكلم مع أبوه كلام فارغ، لكن بيعايل لأبوه عين حارة، أو لأمه تقول كلام ما رضاه يقوم يعايله بغضب. هذا كما قال عروة ابن الزبير: من رمق والده بعين غضب كتب عند الله عاقا. ما ضروري يقول بخشمه. ثالثا التعدي بالسب والشتم والتجريح، وأسوأ أنواع العقوق أن تمن عليهما. ما سويت لكم أنا دهرين شنو تاني مني؟ قصرت معاكم في شنو أنا؟ أنا ما قاعد أسوي لكم، وحياتي دي كلها حسامة عشانك أنت. أنت سويت شنو وهم سووا شنو؟
قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. دار تقوم بحق أبوك وأمك كامل تلقاهم عبيد، تدفع حقهم وتطلعهم، ولن يكون هذا أصلا. طالما أنت حر معناهم أحرار، وهذا على سبيل التعجيز. ابن عمر جاءه شاب قال: حملت أمي في الحج حتى أدت كل المناسك وهي على ظهري، وقد رأيت بعض هذه المواقف. رأيت شخصا من شرق آسيا يحمل أمه، يحمل أباه رجل يحمله في قماشة، رابط القماشة في نصه وشايل أبوه. أبوه كبير في السن كأنه زغب طائر، شفت الطيرة المولودة جديد بس زيه كده، شايل قدامه عامل كيس خرتايا قدامه، شايل بخاخ بتاع مويه بارده، وماشي على اقدامه من منى الى عرفات 8 كيلو، شايله ماسك بايده الشمال شمسيه وبايده الثانيه بكب لي ابوه المويه بيورى بالمويه البارده يبخ عليه البخاخ. وعمك الموضوع عاجبه ومبسوط، شفتوا كيف؟ يعني أنا والله قربت أمشي أقبل رأس الولد ده. يقوم بعد شوية يدخل البخاخ يطلع تفاحة يمضغ يناوله في خشمه وماشي، بعد شوية يطلع موية صحة يفتحها يناول يسقيه، بعد شوية يطلع البخاخ الفوق موية باردة ويرش له، وماسك بيده الشمال الشمسية. ده داير له عيد أم، عيد الأم حق الناس اللي ما بيعرفوا قيمة الأم بالمناسبة. هذا هو الباطن الحقيقي، أما الظاهر جميل أن تقدم لأمك هدية، هذا جميل، ولكن أدلك وأقول لك قدم لوالديك هدية ولكن دائما. ده الفرق، هم قالوا هدية ونحن قلنا هدية، هم قالوا مرة في السنة ونحن قلنا طوالي قدر ما تلقى. قال لابن عمر: حملت أمي فوق ظهري حتى قضت كل مناسك الحج وهي على ظهري، هل تراني وفيتها حقها؟ قال: ولا طلق من طلقاتها وهي تئن عندما كانت تضعك وأنت جنين، ولا طلق ولا صرخ ولا أن من الأنين وأنت في رحمها ترفس وتريد أن تخرج إلى الحياة. أي معاناة هذه؟ إنها والله الأم الدوحة وارثة الظلال ندية الأوراق سامقة الفروع جميلة المحيا بهية الطلعة. الحياة بغير أمهات لا تساوي شيء، جاء في حديث معاوية بن جاهمة رضي الله عنه، والحديث عند النسائي وصححه الألباني، قال: يا رسول الله إني أريد أن أخرج فأجاهد معك. قال: هل لك والد أو والدة؟ قال: أمي. قال: إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة، خليك تحت كراعة. الكريعين بتاعت أمك فيها الجنة. كان محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى
ينام على الأرض ويقسم على أمه أن تطأ بقدمها على وجهه، يقول لا أجد ما أبرك به، ما لاقي لي حاجة أنا أبرك، أعمل لك شنو أنا، ما لاقي حاجة، يبكي يبكي، يقول لا أركب فيني بس خدتك وراعي فوق راسي عشان أنا أرتاح وأطمئن. دي أمة دايرة عيد أم، عيد الأم للناس اللي بيرسلوا بطاقة يقول لك كل سنة وانت طيبة، من سنة لسنة اللي بيرسلوا باقات ورد، الأم التي سخرها الله جل جلاله لك وكانت سببا في ووالدك كانا سببا في خروجك إلى الحياة، فمهما أعطيت ومهما أنفقت ومهما أحسنت ومهما تصدقت فإنك لا تساوي شيء. جاء في حديث معاوية ابن حيدة الذي رواه الترمذي وهذا تحفظونه جميعكم، الحديث كلكم حافظينه، هو حديث معاوية ابن حيدة في الترمذي قال من أحق الناس ببري وفي رواية بحسن صحبتي قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك فالأقرب والأقرب، رواه الترمذي. الأم، بعض الصور المشرقة في البر مع أن هنالك صور سيئة ورديئة في العقوق، والعقوق أقساه عند الوالدين بالتعدي، النظر سيء، إظهار عدم الرضا عقوق، يعني تكلموا كلام فارغ وإنت ضايقته قدامه وأظهرت التأففة، هذا عقوق. لو أنك أسأت بلسانك أو بخلت، البخل نوع من أنواع العقوق بالمناسبة، ما ينفق على والده ولا على والدته، أو تحدثت عن هذا كثيرا في هذا المنبر، إيثار الزوجة على الأم، حتى ناس أم بيقولوا شنو، بيقولوا بكل بساطة وبقلب منكسر مسكته مننا جرته مننا، شوف التعبير بالله تعبير بالدارجي، تقول لك احيانا قد يكون في نوع فعلا من انواع المبالغه والتحامل على زوجه الولد، لكن الام بكل اسى تقول لك جرته مننا مما عرس تاني ما شفنا له حاجه لكن عافين منه. كم ام قالت الكلام ده، كم ام جاتني تشكو من ولدها وتقول لي نفس الكلام ده، اما رفع الاصوات عادي جدا، بعضهم يأمر والده او والدته، والبنات يأمرن الامهات، يا اخي كده شوف الحله دي ما تحرك، دي البنت بتقول لامها كده شوف الحله دي ما تحرك، فعلا ان ترد الامة ربتها كما قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، كثرة انتشار عقوق البنات، صور ونماذج مشرفة في البر، لكن في نماذج سيئة جدا في العقوق، أشهرها منازل ابن فرعان، اسمه ذاته يخوف بالمناسبة، في رجل اسمه منازل ابن فرعان، أبوه قال فيه فرعان جزت رحم اتقطعت بيني وبين منازل جزاءك ما يستنجز الدين طالبه، زي ما الزول بيجي يطلب حقه ويقلع ويشيله
الشيء بينه وبين الولد انتهى. لربيته حتى إذا آتى سيظما كبير يعني يكاد يساوي غارب الفحل غاربه، تظلم مالي كذا، أخذ منه القروش، ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه، قال له يلوي يدك الله، لوى يده الله الذي هو غالبه، وإني لداع دعوة لو دعوتها على جبل الريان لانهد جانبه. قال وأنا دعيت على دعوة، الدعوة دي لو دعيتها على الجبل اتكسر. غضبان غضبان شديد. سمع هذا في عهد عبد الملك بن مروان، فسمع الوالي على تلك المنطقة بمنازل فأرسل الشرطة لقبضه وتأديبه، وكان والده شيخا كبيرا، فلما أحس بأن العسكر سيقبضونه حن إلى ولده وأمره أن يخرج من خلف البيت قبل أن تأتي الشرطة، ففر وكبر منازل ابن فرعان وأنجب ولدا سماه خليج، جاب ولد اسمه خليج، فظلمه خليج وتظلمه، ظلموا الولد، ظلموا ظلم شديد، حتى قال في ذلك أيضا شعرا طويلا: تظلمني خليج ببعض مال وإني كالحني عظامي، يعني بعد ما عظامه ظلم ذاته بعد ما كبر. عشان كده أسوأ أنواع العقوق التخلي عنهما في وقت الحاجة إليك. وأبوك ما أبوك شغال، أنت ذاتك بيصرف عليك، وأبوك غنيان، أنت ومرتك بيصرف عليكم، عندك طريقة ما تبره؟ والله ما تبره، يكشك يكشك برا البيت وترضك، ما عندك طريقة. لكن بتبره متين أصلا؟ بتبره لما يحتاج، لما يحتاج إليك، يحتاج إلى من يحمله، يحتاج إلى من يضعه، يحتاج إلى من يحمل عنه. قال وإني كالحني عظامي، في أبيات طويلة من جملة ما قال من هذه الأبيات، قال لربيته ولقد فرحت به، فلا يفرحن بعد امرؤ بغلامي. قال بعدي زول يجيب له ولد ما يفرح به، كره الأولاد وكره اليوم الجاف فوق الأولاد. فسمع الوالي بخليج وجاء بخليج وجابه، قال له الليلة إلا قلت لك ما سمعت العرب بأحد مثلك. فقال خليج: أسمعت بمنازل ابن فرعان الذي قال فيه والده: جزت رحم بيني وبين منازل جزاءك ما يستنجز الدين طالبه؟ قال نعم. قال هذا هو. الوالي قال له، قال لمنازل: عققته عققت فعققته، انت عقيت وعقب. قال له ولد امشي ما عليك حاجة، لأنه انت بكون الله مسلطك على زود عشان تاخذ حق، عشان تاخذ حق جدك. لكن هنالك صور عجيبة في البر، صور مدهشة ومحيرة. عثمان، قالت عائشة رضي الله عنها: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم عرفوا بالبر، ولكن أبرهم رجلان. تخيل الصحابة كلهم بارين، في اثنين فايتين الصحابة ذاتهم التانيين، ده يكونوا كيف يا ربي؟ يا أخي أي صحابي بار؟ قالت الأول عثمان بن عفان الذي قال: منذ أن أسلمت ما نظرت إلى وجه أمي قط مما أسلم، عينه دي ما وقعت في عين أمه. وأما الثاني فحارثة بن النعمان ابن نفع الخزرجي الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فوجده يقرأ القرآن في الجنة، ذلكم البر، لأنه كان برا بأمه، كان يطعمها في فمها. إخواننا
أقول لكم حاجة بصراحة، نحن السودانيين عندنا حياة بنخجل منها. الزول بيخجل يأكل أمه في خشمه. أول حاجة هي ما بتخليك ذاته، لأنه دي ثقافة ما موجودة. تقول لك في شنو مالك؟ أنا ما بأكل براي، أنت مالك علي؟ ما تحشري ده تخنقني؟ بأكل براي خلاص، شكرا أنا مش خلاص، ما بخلوك ذاته. يا أخي ده بيأكل أمه في فمها. ده حارث بن النعمان بن نفع الخزرجي يطعمها في فمها ولا يستفهمها. ده البر، يطعمها في فمها ولا يستفهمها. لما تتكلم ما بقول لا، كده عيد الكلام، قلت شنو قاصد شنو، الكلام ما واضح. إذا خرج سأل إخوانه قال لهم ماذا قالت أمي لأفعل لها؟ أنت أمي كان بتقول في شنو؟ إذا كان في حضرة أمه فكأنه لا يفهم. من الـ من الـ من الهيبة، محمد بن سيرين كان إذا جلس بين أمه يجلس عند رجلها، إذا دخل عليه الناس رأوه كالمريض، يقولون محمد مريض، يقال له اسكتوا. هكذا يكون عند أمه، لما نجنب جنب أمه بيبقى زي العيان، مساكين مؤدب متذلل. يا أخي نحن أمة عندنا تراث قدر ده، دارين عيد أم، لكن بيني وبينكم عيد الأم أحسن من عيد الحب. والله أكلمك، ترى دي ما في الأم، لكن الحب ده في منه. عيد الحب عيد بتاع الشهوات وبتاع غواية، ده فيه معنى من المعاني الجميلة. يعني يقول لك عيد الأم، لكن عيد الحب ده كمان سيء جدا، وما عارفين الأعياد الجاية تاني حتكون كيف. الله يستر، كل مرة بيجي مارق لنا الناس بيعيد ذاته، لا إيه لا لا تعرفوا يمين لا تعرفوا شمال، بس إيه مارق لك بعيد، يقول لك ده عيد كده، ما عارف العيد القومي لمكافحة شنو. يا أخي الإيذ بقى عنده عيد، الإيذ مكافحة الإيذ، يا أخي جبناه نحن نعيد بيش نعيد به ليه؟ العيد القومي لمكافحة شنو ولمكافحة شنو؟ محمد بن سيرين يكون كالمريض في حضرة أمه. ناس عندهم بر عجيب، وأبر الناس في من سبق في من ظهر للناس قال علي بن أبي طالب: كنا نطوف بالكعبة أنا وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وبعد أن أتممنا الطواف وصلينا في مقام إبراهيم وأردنا أن ننصرف رأينا شابا يحمل أمه فوق ظهره، يرتجز بأبيات من الشعر يقول فيها: أنا لا أزال مطيها لا أنفر، وإذا الركائب ذعرت لا أذعر، ما حملتني ووضعتني أكثر. وقد خرج علي وعمر من صحن الكعبة، التفت عمر إلى علي قال: كيف يا أبا الحسن وهذا الفتى؟ ده عجيب، قال له شاي أمه ويقول أنا لا أزال مطيها لا أنفر زي وزي الحمار، وإذا الركائب الحمير كانت ضايقت أنا ما بتضايق، ما حملتني ووضعتني أكثر. قال علي لعمر بن الخطاب: نستأنف طوافا جديدا ونمشي فيه خلف الفتى عل الرحمة تعمنا. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأبو الحسن علي بن أبي طالب باروا الشاب ده تاني، عملوا 7 أشواط ماشي وراه لحد ما كمل 7 أشواط، ما مشوا بس ماشي وراه الولد، ماشي هم ماشيين وراه. نستأنف طوافا جديدا نمشي فيه خلف الفتى عل الرحمة تعمنا. صور البر عند أمتنا عظيمة وكثيرة، أسأل الله تعالى أن يبارك في والدينا
من كانوا أحياء أن يبارك لنا في أعمارهم، وأن يمتعنا بحياتهم، وأن يرزقنا برهم، ومن كانوا أمواتا فنسأل الله لهم الرحمة الواسعة والمغفرة الكبيرة من الله جل جلاله في علاه. Oh.